بسم الله. ربنا أعنا حتى نكون حقا مسلمين مؤمنين محسنين، آمين يا ربنا يا كريم. ثم جاءوك يحلفون بالله، يعني يجيوا يزيدوا يكذبوا، والله والله ما صنعنا ما صنعنا في سالف أيامنا إلا بقصد شريف، قصد خير، قصد الوفاق. احنا مناش خاصمينكم، احنا منكم وإليكم، وهذا كل كذب. تلقى المنافق دائما إلى سقروا في الجماعة الصادقة، احنا قلة وجي الكثرة كما تقول تكذب علينا باش تعدي علينا كما يقولوا العامة. لا، ربي يكشفكم. أو شو يقول؟ ثم جاءوك يحلبون بالله إن أردنا إلا إحسانا، اللي يعمل نار القصد اللي وراء ذلك هو الإحسان والتناغم وحسن العشرة والوفاق، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعود إن شاء الله تعالى.